أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صديق الحيوان بعنوان الدجاجة التي لا تبيض. أولا سأشرح بعجالة مراحل تكون البيض داخل الدجاجة وكم من الوقت تحتاج لذلك. تبدأ رحلة تكوين البيضة في الدجاجة من عنقود البيض، وذلك بعد اكتمال النضج الجنسي وبلوغ سن الإخصاب، وغالبا ما يكون بين 5 و6 أشهر على حسب نوع الدجاجة. يكون على شكل عنقود عنب يحتوي على آلاف البيوض التي تنمو بشكل تسلسلي الواحدة تلو الأخرى، وسرعة ذلك تعتمد على عدة أشياء منها الغذاء المتنوع والغني بالبروتين. وفي الحالات الطبيعية تضع الدجاجة بيضة كل يوم أو يوم بعد يوم، وغالبا عندما نيأس من دجاجة بعد توقفها عن وضع البيض نقوم بذبحها، وبعد فحص الأحشاء ستجد مجموعة من صفار البيض غير المطور على طول العمود الفقري، ولذلك يجب أن نعرف سبب توقف إنتاج البيض قبل الاستعجال في ذبح الدجاج. ومن أهم أسباب توقف الدجاج عن التبييض هو دخوله في مرحلة غيار الريشة السنوية. ولكي لا يخسر الوقت والعلف أصحاب مزارع إنتاج البيوض يقومون ببيع الدجاج واستبداله بدجاج شاب ومستعد للإنتاج، وهنا يقع الهاوي في الفخ. لذا لا أنصح بشراء الدجاج البالغ لتجنب الحصول على دجاج في سن الشيخوخة. السبب الثاني هو ضعف التغذية، والتي يجب أن تحتوي على حبوب وحشائش وحشرات إن أمكن لتوفير البروتين. أما إن اكتفيت ببقايا المطبخ فسيكون الإنتاج ضعيف جدا، تحصل على دجاج هزيل. ثالثا الخوف، وهو من أهم الأسباب التي توقف عمل المبيض عند معظم إناث الطيور. يجب أن لا ننسى أن الطيور تبيض من أجل التكاثر، وإن كانت الإناث خائفة من إزعاج القطط أو الكلاب أو حتى من مربيها فمن الصعب أن تفكر في التكاثر. لذا يجب توفير الأمان في مكان التربية قبل كل شيء. ولا ننسى الأمراض والطفيليات التي تتغذى على دم الدجاج، والتي يمكن أن تسبب له إجهاد لجسمه، وهذا أيضا يمكن أن يسبب انخفاض في إنتاج البيض. وبقي آخر سبب، وهو أن الدجاج نفسه يأكل بيضه، وهذا أمر نادر الحدوث لكن يجب عليك المراقبة والتأكد من ذلك. وإلى هنا أعزائي المشاهدين نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وبالتوفيق لجميع الهواة.